لا هي أطعمتهم ولا أغاثتهم ولا تركتهم يعبرون عن معاناتهم المتواصلة. هكذا تفعل ميليشيا المجلس الانتقالي بمواطني محافظة أرخبيل سقطرى بعد 3 أعوام من الحكم بقوة السلاح وانتهاج سياسة القمع والإرهاب. الصور الواردة من الأرخبيل تؤكد إغلاق الميليشيا الشوارع المؤدية إلى شارع 20 بحديبه، ولا هدف لها إلا منع وقمع أي مظاهرة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتستنكر سياسة التجويع الممنهجة من قبل ميليشيا أبو ظبي في سقطرى. تحركات الانتقال تزامنت مع دعوات أطلقها ناشطون في محافظة أرخبيل سقطرى للخروج في ثورة شعبية ضد حالة الفشل الإداري وتردي الخدمات وعجز السلطة المحلية التي يقودها الانتقال عن القيام بأي معالجات للتخفيف من أعبائهم. تتزامن تلك الدعوات مع مظاهرات أخرى تشهدها عدة محافظات جنوبية تطالب بالمطالب ذاتها. على الأرض تعيش سقطرى أزمات متتالية في الخدمات الأساسية وارتفاعا جنونيا في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، ناهيك عن دفع المواطنين فواتير باهظة مقابل الكهرباء التي لم تعد بيد السلطات الحكومية هناك. حرب مستعرة تعصف بمعيشة المواطن السقطري تقودها ميليشيا الانتقالي، وتجعل من العيش في سقطرى أمرا بالغ الصعوبة نتيجة الغلاء المعيشي الذي يتجاوز أضعاف ما هو عليه في المحافظات الأخرى. هكذا يصف المواطنون في سقطرى الحال المزري الذي وصل إليه الأرخبيل في ظل حكم ميليشيا الانتقالي. ينتفض السكان في سقطرى بحثا عن قليل من الخدمات والأمن، ويعولون على الجهات الحكومية في الالتفات إلى معاناتهم، مؤملين ألا يجتمع عليهم بعد المكان وتأخر الاستجابة لمطالبهم.